فهو الكشف المبكر الفكرة منه إنه في حال إنه السيدة حست بوجود كتلة تروح على الطبيب. هذا هو الكشف المبكر. الكشف المبكر مش إني بس أعمل ماموجرام على سن الأربعين، إحنا نطلب ماموجرام على سن الأربعين سنويا، وسنويا بعد ذلك وبنطلب فحص ذاتي من هو سن، يمكن من الدلائل القوية الأولى جداً. المبكرة جدا جدا جدا. هذه اللي كتير بحب أركز عليها، إنه حتى الفحص الذاتي للسيدة اللي بتعمله الست في البيت، هلأ حتسألني كيف بدها تعمله، رح أقولها بكل بساطة تفحص بأي طريقة بتعجبها. وفي بروشورات كتير باي ذا واي يعني مشكورين نشرات الجهات المعنية، يعني ما بتقصر. بشهر 10 يمكن وين ما تمشي بتلاقي، اوف في البلد كلها فيش مجلة، فيش فحص، افحصي وعدتينا جريدة تفحصي ووعدينا تفحصي الا بتقول كيف. بس هو بكل بساطة انا بقول لهم من سن 18 سنة مرة شهريا، وعادة بعد بداية الدورة الشهرية باسبوع 10 ايام تفحص السيدة نفسها. هلا اول مرة ما رح تعرف، وثانية مرة يمكن ما تعرف، ما عندي مشكلة تفحص نفسها وتتعود على الإحساس الطبيعي لإلها. تفحص تحت القبط وتفحص منطقة الثدي. بتكرار عملية الفحص بتصير تلاحظ إيش في تغيرات جديدة. تغيرات جديدة زي مثلا تغير في لون الجلد، تغير في شكل الحلمة، إفرازات جديدة، ظهور كتلة. هلا عم نحكي، احنا عم نحكي دكتور عشان ارجع اتابع معك، عم نحكي اعراض. مظبوط. لا لا هي الفكره مظبوط. الكشف المبكر انها تفحص نفسها شهريا ابتداء من عمر 18 سنه. خلينا نحكي، اذا بدنا نحكي عفوا بقى في معنى اتصال. يوسف، يوسف تفضل. الو تفضل. تفضل، يعطيك العافيه. الله يعافيك يا رب. الله يخليك. ممكن تعلوا لنا الصوت هون بالاستوديو عشان نسمعه. يوسف تفضل، انت على الهواء. كيف حالك؟ اهلا وسهلا، اهلين يا هلا. الله يسلمك. تفضل سؤالك. انا قبل تقريبا شهرين نعم دخلت على مستشفى في الزرقاء. المستشفى ال مستشفى في الزرقاء. في الزرقاء. اوكي. وعلى اساس اني اعمل عملية ستوري بلادر، عرفت كيف انت؟ سمعته دكتورة؟ سمعته. تكمل، تفضل كمل يوسف. ولكن كان عندي ضيقة بالنفس، بقدرش ابلع، بقدرش احكي، اختلف كلامي. فجابوا لي دكتور باطني وكشف علي. ايوه. وبعدين وجد انه سوالي صورة اشعة على الصدر. ايوه. ووجد تومر كبير شوية بالصدر. طبعا قبليها كنت انا بمستشفى اخر لمدة 5 ايام لنفس الاعراض. لكن للاسف هذاك الطبيب او الاشعة برضه ما قدر يشخصوها. هو فورا قدر انه يشك بالموضوع. وشك انه عندك كانسر او شغلة. اها. بعدين صوري صورة رنين مغناطيسي للدماغ. ايوة. ووجد برضو انه في شوي على الرينج برين. فحولوني مباشرة الى مركز الحسين. مركز الحسين للسرطان. ايوه. وحساب التأمين الصحي، والان انا بتعالج في مركز الحسين. سؤالك سيد يوسف. فانا اللي بحكيه انه بالفعل الانسان مش لازم اذا كان في اي اعراض، وبالذات تعتمد على الطبيب هون. انه يتلافى هاي الامور ولازم مباشرة يشتغل عليها. صحيح. يعني وما يهتم كيف بيقولوها، هالنفق باخره بدك تشوفه ضو، لا راح ينقص ولا راح يزيد، بدك تشوف النفق اخره. بالضبط. فمش لازم يهتم ولازم يظل مسابر. لكن هون انا بحط عتبي على انه بتشوف اخصائيين وما شاء الله واسماء ولامعة، لكن بصيروا اخرته تجاري، انه بس دخلك مستشفى
يحط لك الاكسجين، يعطيك انت بيتك للصدر، عندك التهاب صدر، واربع خمس ايام مستشفى تدفع لك 1000 ليره مصاري واطلع. بينما هو متخصص اخر فورا بشوفها. فانا تعجبت يعني من اشهر اطباء الزرقاء الباطنيين، تشكر اسمه، لكن طلع ولا شيء، لا هو ولا المستشفى اللي انا كنت في مستشفى اخر طبعا قدروا يشخصوا صور مبينة. يعني انا لو اي انت شفتها بتشوف البقعة البيضة، شو البقعة البيضة الكبيرة هاي، وفوق هذا الحكي خلاني 4 ايام على انتبيوتك وتبخيري. بعدين طيب. اكتشفنا الموضوع بمستشفى اخر. سيد يوسف، نصيحتك او شكواك؟ شكواي انه لازم يكون في هناك على القليل مراقبة برضو لهاي الناس، نوع من الرقابة للكوادر الطبية. ما تصير الشغلة تجارية انه بس بدك لك مستشفى وطلعك. طيب من تجربتك يعني سيد يوسف، المستشفى الاخر والطبيب الاخر انه هذا موجود، ولا بعرف انه التهاب صدر، بعطيني تبخيرة وقول لي روح وانت بيتك. اوكي Alright. شكرا على المداخلة اللطيفة. ان شاء الله يا رب ما حدا يواجه الموقف اللي انت واجهته. دكتورة سناء، بما انك رئيسة اكثر من جمعية وطبيبة، كنت بكلية الطب والجامعات والمستشفيات وما زلتي، ايش بتقولي عن هذا التعليق؟ اول شيء بدي اقول له سلامتك وان شاء الله الف سلامة. شغلتين، اول شيء الاطباء زي الناس كلهم، في معظمهم يعني بحب أكد إنه ما في طبيب إلا بحب يشوف مريضه تحسن. صح. هاي الشغلة يا ريت الناس تتذكرها. قد يكون الأطباء اللي شافوه جل من لا يسهو، ما عرف، مش شرط نفكر إنه ماديا ما كان بده يساعده، يمكن ما خطر عباله أو ما عرف. خليني أفترض هذا الافتراض قبل ما أفترض أي شيء تاني. إن شاء الله بالسلامة إليك. وهذا بيأكد لشغلة تانية أنا بحب دائما أكد عليها، تعب الإنسان مش غلط ياخد second opinion من ذوي الاختصاص. يعني انت ما ارتحت، زي ما تفضلت مليان في الاردن دكاترة من اروع ما يمكن في جميع التخصصات، ما ارتحت عند الطبيب بالاردن، يعني من كل الدول العربية ما في ما ارتحت عند طبيب. حتى لو ارتحت عند طبيب مثلا في تخصص الاورام، second opinion دايما بشجعها. بعدين الناس بتخاف تاخد second opinion، بتقول بتأخر الوقت. عندنا فكرة احنا شائعة جدا انه والله اكتشفنا الورم الليلة الليلة لازم تنعمل عملية. طبعا هاي الشغلة بحب أكد عليها، ما في ورم نكتشفه اليوم إلا عمره يزيد على الأقل عن سنة، على الأقل عن سنة، ممكن أكتر، إلا يمكن أورام أنواع من اللوكيميا الحادة. عدا عن هيك معظمها صار لها المريض عايش معها أكتر من سنة وهلأ اكتشفها. فيعني إذا المريض ما ارتاح لدكتور مش غلط يطلب second opinion. يعني إما أو استشارة ثانية، استشارة ثانية يعني يطلب، وهي صارت شائعة جدا عندنا، وثالثة ورابعة مش خطأ يعني. لحد ما يرتاح. وبعدين عادة الأطباء لو مهما اختلفوا النقاط الرئيسية بيجمعوا على شيء اللي بيجمعوا عليه على الأغلب أنت في المسار الصحيح بالضبط، وهم ليسوا آلهة يعني، هم خطائين يعني. فيش طبيب، معظم الأطباء ناش نقول 100% بس معظمهم بده الطبيب يشوف مريضه تحسن. هلأ ممكن مأسهي، ممكن معرفته ما وصلته للي لازم يعمل لك إياه بالضبط لسبب ما. خلينا نفترض الشيء الكويس قبل، يعني في دائما احتمالات سيئة بس مع الأطباء في معظم الأوقات لا، يعني بيكون محاول ما خطر عبا. فيش طبيب بيشوف ورم ما بيخبر الأهل أو المريض أو بتصرف، ما بتصرف يعني استحالة. بالذات الأورام الأطباء بكل أسف بيخافوا منها أكتر من عامة الناس، يعني بيحملوا همها أكتر، بحسوا أنه لازم يقولوا للمريض أو لأهله عشان يكونوا عارفين شو الوضع، لأنهم بيعرفوا شو خطورتها. فيعني أنا بقول من الدرس اللي بنتعلمه من هالقصة أنه مش غلط استشارة تانية وتالتة قبل مناخ، قبل ما نشخص وناخد خطة العلاج، هاي أساسية جدا. بالضبط، استشارة أولى واستشارة ثانية واستشارة ثالثة. أعزائنا المشاهدين، أنا بتصور عدت لكم هاي المعلومة وراح أرجع أعيدها حوالي 4 أو 5 مرات على مدى الحلقات اللي مروا بالشهرين الماضيين، وهي الدكتورة سناء بترجع بتأكد عشان تصدقوا من أول يوم. يا سيدي العزيز، يا سيدتي العزيزة، احنا طبعا لا نتمنى انه يصير اي خطأ طبي مع اي مريض، زي ما قالت الدكتورة سناء على الاغلب
90% من الاطباء بحبوا يشوفوا مرضاهم أكتر. متحسنين او اكثر فعلا 98% خلينا نقول منهم. ما في الا انسان يعني مؤذي او يعني شرير يعني يتمنى هذا السوء، او زي ما انت تفضلت سيد يوسف ما بدي اقلل من قيمه شكواك انه ممكن يكون الموضوع شوي تجاري. في رقابه باكد لك، ما بتتخيل قد ايه صار من الرقابه الطبيه بالاردن، بس برضو لا تستطيع ان تلتقط كل الاحداث ويختلف المعيار بالضبط يعني ايش هو الخطا وما ليس خطا. ممكن ما شخصك لانه ما بيعرف يعني وقتها، انت قلت انه الطبيب الثاني على طول توصل للحاله، الخبره بتفرق. هون بيجي دور الوعي عند المريض انه ياخذ يعني المريض تانية. والطبيب بتعاونوا مع بعض ليجدوا الحل، وهو 100%. ليس استعراض رجل واحد، واكثر مره قلت لكم عمل فريق الطب يعني عمل متكامل. ان شاء الله يا رب نكون فدناك بهالمعلومه، انا متاكد انها هي المعلومه الصحيحه. طيب بدنا نقول دكتوره، ما هي اعراض سرطان الثدي المبكرة الممكن ان خلينا نقول جرس الانذار الصغير هذا اللي بيبلش بالاول اللي ممكن السيدة ما تحس فيه او تخجل منه او ما تفحص نفسها بشكل صحيح؟ ايش هاي الاشياء اللي ممكن احنا نفيد فيها الناس بالبيت؟ احنا حكينا في البداية عن فكرة الكشف المبكر، الفحص الذاتي زائد صورة الأشعة على الماموجرام. خلينا نحكي عن الفحص الذاتي. الست لما تتعود تفحص نفسها بصير عندها خبرة شو طبيعة الاشي اللي متعودة تفحصه كل شهر. الثدي ليس شيء أملس كاملا، في ممكن تحس زي كتل بسيطة، هاي قد تكون طبيعية. عشان هيك بيجي فئة الفحص الذاتي، بتكون تعودت ايش موجود. الفحص الذات الدوري اللي هو شهريا بأكد عليه من عمر 18 سنة إلى آخر العمر. إذا لاحظت ظهور كتلة جديدة، خاصة إذا هاي الكتلة عم تكبر. هلأ كتلة بتوجع أو ما بتوجع، الرجاء إنه السيدات ما يقولوا لي اللي بتوجع ما بتخوف. كتير من الأورام الخبيثة في كتير للأسف. هاي المعلومة منتشرة إذا بوجع منيح، مع إنه بحب أقولكم إنه ثلثين الحالات اللي بشوفها بعياتي بتوجع، بعرفش ليش السيدات بيجوا يشكوا من الوجع. الوجع ليست علامة اطمئنان، وغيابه ليس علامة كمان شيء سيء، لأنه في كتير من الكتل الحميدة ما بتوجع كمان. فعني هاي بحب أكد عليها كتير. شغلة تانية زي ما قلنا، تغيرات في لون الجلد، وهذه يمكن أكتر شيء بيهمني أركز عليه، ظهور حمار زي أكنه التهاب. هلأ السيدة المرضعة خلينا نقول زي الرعش أو زي حمار زي الالتهاب بالضبط. كيف ست المرضعة ممكن يصير عندها التهاب وطبيعي، لكن سيدة مثلا بالخمسينات من عمرها يصير عندها التهاب بدون سبب، صعب جدا. ممكن يحصل ممكن، بس يعني الغالبية أنه لا، بيكون في شيء خبيث. الالتهاب قد يكون من علامات الأورام الخبيثة وهو من أخطرها. ظهور إفرازات من الحلمة أو تغير في شكل الحلمة. ظهور إفرازات أو تغير، أو تغير يعني تلاقي إفرازات دموية من الحلمة متكررة، أو تلاقي الحلمة صار فيها انبعاج للداخل، تلاقي حكة غير طبيعية. هلأ حكة غير طبيعية في منطقة الحلمة بالذات أوقات قد تكون من أعراض حكة مع ظهور زي الإكزيما. بالضبط زي الإكزيما. شو الإكزيما دكتورة عشان يعرفوا؟ عبارة عن حبيبات صغيرة وبتحك، بيكون حبيبات صغيرة بتحك فبتصير حمراء. بالضبط. هاي غير عن الإشي الالتهاب العادي، هاي ممكن تكون بس في منطقة الحلمة. برضه من علامات الأورام الخبيثة. هاي التغيرات كلها لا تعني إنه لازم يكون بالآخر هذا تشخيص ورم خبيث، بس هاي علاماته. أو ظهور كتلة مثلا تحت الإبط. هاي العلامات كلها تحت الإبط يا جماعة هنا. أيوة. هاي كلها بتشير إنه في احتمال وجود ورم خبيث. كل اللي بقوله 80% من الحالات بيطلعش ورم خبيث. 80% ما بيطلع عشان يرتاحوا ورم. بس في 20% ممكن تطلع. فيعني بدناش ننساها، وحكينا قبل شوي قلنا أهمية الكشف المبكر إنه هو موجود، بس يا ريت نكتشفه قبل ما يطلع يخرج عن الكنترول كومبليت.